بتاعتك كده مراجعه السمول سيجنال موديل. ايه السمول سيجنال؟ ايه السمول سيجنال موديل ده؟ بعد كده النص الثاني بنتكلم على الكارنت ميرورز كشرح بقى للموسفت. السيكشن الجاي ان شاء الله هنتكلم على البي يو دي والهاند شيب. هبدا في الاول مراجعه كده على حاجه بتخص نيرفك يعني، بس هي لازم ناكد عليها. لا ولا سيكشن. النص الاول ماشي، هي موجود بالعكس، بس هو النص الاول موجود، النص الثاني مش موجود. النص الثاني، النص الاول هينزل مش هينزل. ايه الفرق بين ده وده؟ ايه الفرق بين ده وده؟ مفيش فرق. ده حاجه اسمه سيجنال. طب ايه الفرق بين الانبوت ده والانبوت ده؟ شوف سيجنال ده اي سي، ده دي سي، ده اي سي. تمام بالظبط كده، ده اي سي بلس دي سي بلس دي سي. بس طب احنا عايزين في السكشن ده عايزين نفهم السمول سيجنال موديل ده جاي منين، ونستخدمه امتى، ايه الليمتيشنز بتاعته، لان هي سمول سيجنال اصلا يعني لو يعني الاول كده رسمنا الرسم ديت، عايزين نعرف ايه الفرق بين الحاجه اللي عشان نفهم على ايه. بس لما نيجي نشرح هنشرح حاجه بعيده عن الترانزستور خلاص، حاجه ماكرو كده موديل، ونشرح عليه ايه السمول سيجنال موديل دي ازاي، وبعدين نشوف الترانزستور بتاعته. استنى بس ماشي. عندنا مثلا سيستم زي كده واي بتساوي اكس سكوير، واي بتساوي اكس سكوير، اكس سكوير، وعايزين نعوض اي قيمه للاكس ونطلع قيمه للواي اكزاكت. فمثلا عندنا اكس مثلا واحد، هنعوض في الايكويشن هتطلع لك واحد، اكس بتساوي 2 وهكذا. وكل مره احنا عايزين نطلع قيمه الواي اكزاكت نعمل ايه؟ بنجيب قيمه الاكس الموجوده عندنا ونعوض بيها في الايكويشن اللي هي واي بتساوي اكس سكوير ونطلع قيمه الواي اكزاكت. طيب السيستم دوت هو سكوير دوت، لو حطيناه هو سيستم كبير فيه فيدباك ولا حاجه زي كده، بيكون الاناليسيس بتاعه مش سهل، كان حاجه صعبه شويه. بس تخيلوا حاجه سكوير كده وحطيناه في الفيدباك بتاع الترم اللي فات، لما الفيدباك وهو سكوير ده الدنيا بتكبر جدا، ومفيش ماثيماتيكال اكسبريشن كلوز فورم كده توصل هتوصلوا لها في الاخر. فبنحاول نشوف حاجه اسهل بشويه، بنحاول نبسط السيستم ده شويه بحيث يكون الحل بتاعه اسهل بكتير، في نفس الوقت يكون الريزلتس بتاعته قريبه بالظبط. فمثال على كده، لو عندنا مثلا اكس 3 وهيطلع تسعه، لو عندنا اكس 3 و 0 1 هيطلع برقم معين. يبقى كل مره كل رقم من اكس بنعوض بيه في الايكويشن اللي هو بيساوي اكس سكوير، هنطلع الاكزاكت فاليو بتاعت الواي. بس تاني المشكله في الموضوع ده اللي هو الاكسبريشن ده هو بيساوي اكس سكوير، حاجه مش سهل نحل نحلها لو هو سيستم كبير، هو فيدباك سيستم، هو اي ايا كان بقى السيستم الايكويشن بتاعه عامل ازاي. طيب فبنبص على طريقه احسن شويه بحيث نجيب ريزلتس للواي قريبه بالصح، في نفس الوقت يكون الاكسبريشن اللي احنا مصممينه سهل شويه. فنعمل ايه؟ ممكن لو بصينا على الكيرف ده، جينا التانجنت بتاع الكيرف ده عند واي عند اكس بتساوي 3. مش احنا لو جينا في الاكس بتساوي 3 من 0 1 مره عوضنا بالكيرف ومره عوضنا باللاين، مش الايكويشن الاوتبوت او الواي يطلع تقريبا قريبين من بعض؟ صح؟ مش انا جيت هنا عند اكس بتساوي 3 من 0 1 مره احط في اللاين ومره احط في الكيرف، مش تقريبا الاوت الواي هنا بسبب اللاين والواي بسبب الكيرف تقريبا يشوفوا قريبين من بعض؟ صح؟ بس انا استفدت ايه؟ استفدت ان انا استخدم اللاين، واللاين ده الكوشن بتاعته اسهل بكتير جدا، صح؟ انا خسرت الاكيرسي اللي هو الاوت مش اكزاكتلي بالظبط نفس القيمة اللي انا طلعتها، بس استفدت ان الريزلت اللي طلع ديت هطلعها بسهولة، هحطها جوه السيرك الكبير يبقى الدنيا اسهل بكتير في الحمد. فتعالوا نشوف بقى الكلام ده شكله كده كمعادلات او ارقام، نعوض مره بالكير ونعوض مره بالطاير، نشوف الكلام ده بنعمله صح ولا غلط. فمثلا عند اكس بتساوي 3 وين 0 1 نعوض في الكير ومره نعوض في اللاين. ايه
مره واحده كتير طلعت رقم اللي احنا كنا كاتبينه من شويه. طب عايزين نعوض اللايف، عايزين نجيب القيمه دي نعوض بيها اللايف، هنعمل ايه؟ هنعمل ديفرنشيشن، هنعمل ديفرنشيشن للكيرف ده صح؟ دي واي على دي اكس تساوي 2 اكس، بعد كده نعوض ايه بقى؟ ايه؟ لا احنا عايزين نجيب الديفرنشيشن بتاع اللايف. ايوه بالظبط، هنجيبها ازاي؟ ماشي، فاحنا ممكن نعمل زي ما انت قلت كده، نجيب الايكويشن بتاعت اللاين، عندنا سلوب عندنا بوينت، واي ماينس واي 1 على اكس ماينس اكس 1 بتساوي السلوب، عندنا ايكويشن اهو فيها بسكيب 0 1. الحاجه الاسهل ايه هي؟ احنا عندنا الاكس اصلا بسكيب، عندنا الفاليو بتاع السكيب، عندنا الواي كمان، عندنا الفاليو بتاعتها. واحنا اللي عايزين نعرفه، عايزين نعرف الفاليو بتاعت الواي لما الاكس بسكيب 0 1. فممكن بدل ما نجيب الايكويشن بتاع الكير كله على بعضه نعمل ايه؟ نشوف الدلتا. ايه الدلتا ده؟ نشوف الدلتا اكس دي ونشوف الدلتا واي دي. واحنا كده كده عندنا السلوب بيساوي ايه؟ دلتا واي على دلتا اكس. اه؟ يبقى بدل ما نجيب الايكويشن بتاع الكير هنعمل ايه؟ نجيب الدلتا اكس ونشوف الدلتا واي اللي هتطلع. ازاي؟ على طول عن طريق السلوب. صح كده؟ قال كده؟ لا، ما في دلتا، في دلتا على اللاين، في دلتا على الكيرف، في اثنين دلتا زي يعني. كده كده النقطه دي الاثنين اثنين على بعض لانه تانجنت صح؟ ماشي، بس الفاليو ما بيمرش في 3 بوينت على كده. اه بالظبط، ليه ما بيمرش على كده؟ انا عايز اجيب دلوقتي الفاليو دي بتاعت اللاين، ماليش دعوه بالكيرف دلوقتي. في كذا حل، اول حل اجيب الايكويشن بتاعت اللاين اصلا واقعد فيه، او الحل الثاني اجيب انا بعدت عن ايه؟ عن النقطه دي، انا عارف ممكن انا عارفها صح؟ فبعدت عنها قد ايه؟ قدر في المسموح، يبقى انا عرفت ايه؟ بعدت عن الواي قد ايه؟ صح ولا ايه؟ ايه هي نفس الطريقه اللي كانت واي ماينس واي 1 على اكس ماينس اكس، بس انت عارف اكس 1 واي 1 على طول. طيب هنسمي الدلتا اكس دلتا واي دي واي سمول، والدلتا اكس دي اكس سمول. بدل ما انت كل شويه دلتا اكس دلتا واي سميناها واي سمول واكس سمول. يبقى اكس سمول واي سمول كانت عباره عن ايه؟ هي عباره عن فاريشن اللي حصل في الاكس وفي الواي، يعني الاكس زادت قد ايه وقلت قد ايه؟ الواي زادت قد ايه وقلت قد ايه؟ طيب عايزين برضه لسه نحسب الواي بسبب اللاين. هنعملها ازاي؟ اول حاجه نجيب السلوب عند البوينت بتاع اللي هي ايه؟ اكس بتساوي 3. مش السلوب بتاع اللاين ده هو الديفرنشيشن بتاع الكيرف عند اكس بتساوي 3. جبنا السلوب اول حاجه عند اكس بتساوي 3 يطلع 6. كله متابع؟ حد مش فاهم حاجه؟ حد مش فاهم حاجه؟ ماشي. جبنا الاسلوب عند اكس بتساوي 3 طلع بستة. طيب ستيل برضه عايزين نجيب الواي اللي هي بتاعت اللاين عند اكس بتساوي 3 من 0 1. هنعمل ايه؟ هجيب الدلتا واي الاول هتساوي 6 في دلتا اكس. صح كده؟ طب دلتا اكس عندنا؟ دلتا اكس عندنا بكام؟ 0 من 0 1. يبقى دلتا واي 0 من 0 6. يبقى الواي بتاعت اللاين 9 من 0. صح كده؟ يبقى احنا جبنا الدلتا واي زودناها على الواي الاصليه اللي هي 9 3 4. فواضح كده الكيرف واللاين طلعوا ريزلتس ايه؟ قريبه من بعض شويه صح؟ في ايرور، بس ايرور تقريبا صغير حسب الاكيرسي اللي انا عايزها في السيستم، ممكن اعتراض على الايرور ده صح كده؟ بس انا استفدت ايه؟ استفدت الايكويشن بتاع اللاين عباره عن ايه؟ مالتيبيكيشن بس صح؟ مالتيبيكيشن ده سهل جدا نتعامل معاه صح؟ اسهل بكتير قوي نتعامل مع سكويرنج جوه السيستم صح كده؟ طب تعالى نشوف كذا كذا قيمه كده للواي والاكس. أول حاجة هنعرف بس الإكس. طيب الإكس توتال دي عبارة عن إيه؟ الإكس توتال عبارة عن إيه؟ عن الإكس بريتن بوينت بلس دلتا إكس، يعني إيه؟ أنا عندي مثلا إكس بتساوي 3 سميتها دلتا 3 دي سميتها إيه؟ الأوبريتنج بوينت بتاعتي. ليه سميت الأوبريتنج بوينت بتاعتي؟ لأن هي النقطة اللي جبت عندها السلوك التانج بتاع كده. صح؟ فدي بالنسبة لي النقطة اللي أنا بريفرنس ليها. يعني ببعد عنها 40 منها. مش احنا قلنا ان السلوب بيساوي دلتا واي على دلتا اكس؟ دلتا اكس بكام؟ لا مشيت من 3 سي من 0 فدلتا اكس هي 0 من 0. طيب الاكس توتال عايزين اكسبريشن كده الاكس توتال او توتال فاليو بتاعت الاكس هي عباره عن ايه؟ 3 من 0 1 قسمتها لجزئين، جزء الثابت اوبريتنج بوينت بتاعتي اللي هي اكس اوبت بلس اكس سمول اللي هو دلتا اكس اللي هتغير اللي انا عملته. نفس الكلام الواي، الواي بتساوي الواي اوبريتنج بوينت اللي هي 9 زائد دلتا واي. صح كده؟ مش احنا عملناها هنا؟ كله متابع؟ اي حد عنده سؤال؟ واي سمول في؟ ماشي، مش احنا قلنا دلتا اكس دلتا واي بتساوي السلوب؟ والسلوب بيساوي 2 اكس. وانا شغال على عندي نقطه عند الاكس ب 3.
يبقى انا سكوب بكام؟ بستة. فالدلتا واي بتساوي ايه؟ 6 مجموع دلتا اكس. الدلتا واي اللي هي واي سمول بتساوي 6 دلتا اكس. اللي هي 0 دلتا اكس. طب تعالى نقعد رقم تاني في اكس كده. طيب جبنا رقم تاني ال x تساوي 3 من 15 من 0 15 وعوضنا مره بالكير لو عملنا x سكوير طلع الرقم ده. عايزين بقى نعوض دلوقتي في اللاين ونشوف الرقم يطلع قريب فعلا برضه ولا لا عشان نعرف اللاين نعمل ايه. اول حاجه جبنا السلوب. احنا جبنا السلوب خلاص. ما احنا خلاص شغالين على اللاين ده. احنا شغالين على السلوب اللي هو عند x تساوي 3 ايه؟ دلتا x بالظبط كده. هنشوف احنا بعدنا عن x بكام. احنا عندنا الايكويشن بنستخدمها دلتا x مضروب في السلوب بتساوي دلتا y. طب نجيب دلتا اكس الاول. دلتا اكس هنا بكام؟ بوينت 15 صح؟ الدلتا اكس زد هي التغير عند الاوبريتنج بوينت. الاوبريتنج بوينت ايه؟ ايه هي الفاليو اللي انا جبت عندها السلوب اللي انا حسبت عندها اصلا اللاين اللي جايبني. هو الطريق؟ طيب بعد كده نعمل ايه عشان نحسب اللاين؟ نجيب دلتا واي. دلتا واي بتساوي ايه 6؟ 0 من 0 15. طيب جبنا دلتا واي ممكن نجيب واي توتال تساوي 9.09 تمام كده؟ طيب طب واضح من الرقمين اللي احنا عوضناهم بقى 3.01 و 3.015 ايه الاختلاف اللي حصل لما عوضت الرقم ده والرقم ده؟ الايرور زاد صح كده؟ هي الايرور كان 0 من 0.01 كان بقى كام؟ 0 من 0.02 و 2.5 صح؟ او 2.5 ليه ليه اللي حصل ده حاجه مش متوقعينها ولا دي حاجه حصلت؟ هو صح انا صح؟ احنا كل ما نبعد عن الاكس تساوي 3 كل ما اللاين عمال يبعد عن الكيرف صح؟ يبقى الابروكسيشن اللي احنا عملناه بتاع الديفرنشيشن ده بادئ فين بس؟ وفين الصغير التشينج بتاع الاكس صح كده؟ فكل ما غير الاكس فاليو صغيره كل ما اللاين يكون ضيق اكتر. لو انا غيرت الاكس فاليو كبيره ما ينفعش استخدم اللاين لازم ارجع بقى للكيرف تاني. واضحه دي؟ فاهمين حاجه؟ طب نجرب كمان قيمه خلاص 2.99 2.99 برضه عوضت الكير مره وفي اللاين اعوض مره بقى. لما عوضت الكير برضه عوضت السكوير على طول طلع الرقم ده. عايز اعوض في اللاين هعمل ايه؟ اول حاجه بعمل ايه؟ اجيب دلتا اكس. دلتا اكس هنا بكام؟ بالظبط نيجاتيف 0 من 0 1 يبقى دلتا واي بكام؟ نيجاتيف 0 من 0 صح كده؟ طب هل السيستم ده اللي هو فيه سكوير هل واي ممكن تطلع بالنيجاتيف؟ طب ازاي طلعت انا بالنيجاتيف؟ ليه ده دلتا صح كده؟ ده التغير بتاع الواي يعني الواي كانت 9 قلت بالرقم ده يبقى واي توتال تساوي حاجه كده صح كده؟ يبقى الواي هنا طلع بالنيجاتيف لان واي سمول. ايه واي سمول ده؟ ده تشينج في الواي او دلتا او سمول سيجنال فاريشن في الواي بس ما يمنعش ان الواي توتال تبقى بوست صح كده؟ ده من فرق من حاجتين. اول حاجه التوتال فاليو بتاعت الواي الواي 98.94 بس الفاريشن حصل في واي بالنيجاتيف يعني بالنيجاتيف يعني قلت واضحه دي؟ فاهمين حاجه؟ مش اللي انا عملته دلوقتي لو عندي سيستم فيه اكس سكوير واي بتساوي اكس سكوير لو الاكس اتغير بفاريشن صغيره سمول سيجنال يعني ممكن اشيل السيستم ده خالص ما استخدموش استخدم السيستم ده احسن بكتير. ايه السيستم ده؟ الواي الفاريشن في الواي بتساوي ايه؟ السلوب مضروب في الفاريشن بتاع الاكس صح؟ مش ده اللي احنا عملناه دلوقتي؟ وده يكون اسهل بكتير قوي في التعامل. ليه اسهل بكتير قوي في التعامل؟ عشان لو هو سيستم كبير زي ما قلنا من شويه هيكون اسهل بكتير قوي. لو حطينا مثلا السيستم ده جوه فيه فيدباك بتاع الترم الاول هيكون صعب جدا نجيبه كلوز اكسبريشن. حطينا السيستم ده يكون سهل جدا اللي هو اي بي تمام صح كده؟ تمام حاجه؟ فاهم مش فاهم؟ تعال نشوف بقى الكلام ده في الترانزستور. طيب
الايكويشن بتاع الترانزستور هي الايكويشن بتاع الترانزستور صح؟ هنا في الايكويشن عندي ايه؟ تو فاريبلز واي والاكس، هنا الفاريبلز عندي ايه؟ الفي جي اس والاي صح كده؟ فعايز اعرف نفس الكلام، عايز اعرف لو انا غيرت الفي جي اس دي سمول سيجنال فاريشن او عملت فاريشن صغيره ايه؟ ايه اللي هيحصل في الكرنت بتاع الترانزستور ده؟ فهعمل ايه؟ هعمل ديفرنشيشن برضه زي ما انا عملت هنا، هعمل هنا هعمل ديفرنشيشن. يبقى قلت اي السلوب بتاع الكيرف ده او دلتا اي هتلتا في جي اس صح كده؟ واقول ايه اي سمول مش سمول في سمول يبقى التغير اي سمول دي تغير في الكرنت بيساوي ايه؟ السلوب تغير بتاع ايه؟ الفي جي اس. السلوب ده سميناه ايه بقى؟ سميناه جي ام ليه؟ عشان هو مس اليونتس بتاعته اللي هو عباره عن الكرنت او الوصلي. يبقى اي تغير سمول سيجنال في الفي جي اس هيعمل ايه؟ هيعمل تغير سمول سيجنال في الكرنت جي ام في جي اس تمام؟ ماشي. حد عنده سؤال؟ كله متابع؟ يبقى احنا نفس الكلام، كان عندنا سيستم هنا سكوير، كان عندنا سيستم هنا ترانزستور، حاجة زي كده الريكوشن بتاعته فيها سكويري. لما حصل سمول سيجنال فاريشن في الانبوت ممكن بدل ما استخدم السيستم ده استخدم سيستم اسهل بكتير اللي هو ايه؟ اللي هو حاجه زي كده. والانبوت ده اللي هو ايه؟ والانبوت ده اللي هو ايه؟ الانبوت ده اللي هو اوبريتنج بوينت اللي هو زي عندنا هنا اكس ب 2 ده هو اوبريتنج بوينت. طب ده اللي هو ايه؟ ده اللي هو دلتا في انبوت اللي هي في انبوت سمول زي الاكس سمول صح؟ يبقى احنا في سمول سيجنال بنستخدم دلتا اكس للفاريشنز الخاصه بالايمبوت. يعني الايمبوت ده مثلا كان 2 كان 2 فولت والله يبقى 2 0 1 يبقى احنا نستخدم 0 1 هنا يعني. لكن هنا استخدم 2 زي ما واضحه دي؟ فاهمين حاجه؟ دي بتاعت ايه؟ عملنا ديفرنشيشن ده مش احنا عملنا هنا ديفرنشيشن الايكويشن واي بتساوي اكس سكوير جبنا الام وقلنا بعد كده واي بتساوي ام بدلتا اكس واي سمول بتساوي ام دلتا اكس. هنا نفس الكلام الاي سمول بتساوي ديفرنشيشن في دلتا في صح؟ ديفرنشيشن اللي هو ايه؟ حاجه زي كده سميناها جي ام. فبالتالي الكارنت سورس بقى اسمه جي ام بي جي اس. ده الكارنت سورس بيساوي عباره عن ايه؟ بيمثل السمول سيجنال فاريشن في الكارنت. طيب الفاليو اللي معاك جايه هنا الفي جي اس دي انهي واحده فيهم؟ دي ولا دي؟ الفي جي اس اللي هنا دي هنقعد بقى واحده اللي على الشمال صح كده؟ لما احنا عملنا في المره اللي فاتت لما عملنا الديفرنشيشن عوضنا الاكس ب 3 جبنا السلوب 6 صح؟ هي نفس كده هنقعد بالبريتنج بوينت صح؟ عشان نجيب الفاليو بتاعت الجي ام وبعد كده نقعد بيها بقى السمول سيجنال. لو عندي حاجه زي كده سيركت زي كده وعايز اعمل لها سمول سيجنال موديل سيركت على بعضها كده هعمل ايه؟ اجيب كل كومبوننت موجود في الدايره دي واعمل له ايه؟ سمول سيجنال موديل بتاعه صح كده؟ اول حاجه ابص على ايه؟ على الترانزستور ده السمول سيجنال موديل بتاعه اللي احنا مستخدمينه مش هجيب الايكويشن على ديفرنشيشن شوف تغير الكارنت مع الفولت طلع حاجه زي كده جي ام بي جي اس فنحسب جي ام بي جي اس. بعد كده هنبص على الانبوت الايمو دوت في دي سي واي سي في سمول سيجنال لارج سيجنال اه في سمول سيجنال لارج سيجنال فهنيجي هنا نكتب ايه؟ في ام سمول اللي هي ايه؟ سمول سيجنال فاريشن في الايمو اللي هي حاجه سمول. طيب الار دي هيعمل فيها ايه؟ ايه؟ ليه زي ما هي؟ بالظبط لان الايكويشن بتاعت الريزيستنس في بتساوي اي فور هي كده كده لينير سواء الكرنت ده او الفولت ده صغير او كبير كده كده الايكويشن ايه؟ لينير او بمعنى اصح لو نيجي نعمل ديفرنشيشن هنا اللي هو السلوب ده اللي كنا بنجيبه كل مره طلع هيطلع هي هي الاي صح كده؟ لان دي برضه لان حاجه دي دي مع الاي فالسمول سيجنال موديل بتاع الريزستنس هو الريزستنس ليه؟ عشان هي دي. طب الفي دي ليه بجد؟ ليه ما تغيرش؟ حاجه كونست كنا عامل ديفرنشيشن اللي هيحصل لها طب زيرو. طب لو كارنت سورس كارنت سورس كونست هنعمل ديفرنشيشن برضه يطلع كام؟
بزيرو بزيرو كارب سورس معناها ايه؟ وهنا البي اوت فانا هسال البي اوت هنا كانت جيم بتطلع لينك جي ام وار دي في البي ام صح كده؟ تعال نشوف ارقام كده نعمل ارقام كام مثاليه لو عندي بي انبوت بي انبوت سمول ديت سمول سيجنال 1 ملي فولت والجيم جي ام ار دي كام ب 10 والبي اوت تطلع نيجاتيف 10 ملي فولت صح كده؟ طب هل في السيستم دوت عندي جراوند لحد في دي دي هل ينفع الاوت يطلع بالنيجاتيف؟ طب ازاي تطلع بالنيجاتيف؟ ليه ده فاريشن حصل من الاول دوت مش اكزاكت فاليو الاوت يعني ايه؟ يعني الاوت هنا كان 3 فولت مثلا وجيت اعمل سمول سيجنال مود طلع نيجاتيف 10 ملي فولت معناها ايه؟ معناها 3 ملي 3 فولت قلوا في مقدار 10 ملي فولت يعني الاوت في الفاينل اوت بتوتال هتكون ايه؟ 3 ماينس 10 ملي فولت صح كده؟ يبقى في السمول سيجنال مش مشكله الاوت بتطلع بنيجاتيف او بوست ليه؟ لانه يعني بيعبر عن فاريشنز في الاوت بس في اللارج سيجنال او في الاكويشن دي ما ينفعش الاوت تطلع بنيجاتيف لان بيعبر عن اكزاكت فاليو بتاع الاوت ما ينفعش واحد يحسب في الاكزاكت اكويشن يطلع الاوت بتاعنا نيجاتيف 2 يبقى كده غلط صح؟ ليه؟ لان الاوت لازم يطلع من زيرو لفي دي طب هنا ايه الاختلاف؟ هنا الاختلاف بقى بعمل دلتا يعني دلتا بشوف التغير اللي حصل في الاوت فالتغير ده ممكن يكون زياده او ايه؟ او اقل دي دلتا دي بقى توتال طيب هل المودل بتاع الترانزستور فيه كارنت سورس بس ولا في حاجه ثانيه؟ في ابنوت طب جت منين ابنوت؟ بالظبط كده الايكويشن الاصليه عندي ايه؟ هي الكوشن سلايد اللي فيها شانل صح كده؟ طيب هنا في كام فاريبل؟ في ثلاثة فاريبلز الكرنت والفي جي اس والفي دي اس احنا قلنا الكرنت ممكن يتغير مع الفي جي اس بس لازم نشوف بقى الكرنت يتغير مع الفي دي اس ازاي فنعمل نفس الكلام لو الفي دي اس اتغير سمول سيجنال فاريشن الكرنت اتغير سمول سيجنال فنعمل ايه؟ ديفرنشيشن صح؟ هنعمل بارشال اي على بارشال في دي اس ونسميها كي مثلا اي حاجه هنسميها كي يبقى اي سمول هتساوي كي في الفي دي اس سمول يبقى اي فاريشن في الفي دي اس هتعمل تغير الكرنت موضوع كونستنت كي صح كده؟ طب عايزين بقى نعدل السمول سيجنال مود اللي احنا كنا راسمينهم شويه فنزود ايه هنا؟ نعم؟ هنزود اه هنزود حاجه كارنت سورس كده كي الفي دي اس صح كده؟ وبعد كده الكارنت سورس دوت طب الريزستنس جت منين؟ بالظبط كده الكارنت سورس الفاليو بتاعته هي معتمده على الفولت اللي عليه فاكرين في الترم الاول؟ لو عندي كارنت سورس الفاليو اللي كده بتتغير بالفولت اللي عليه يبقى كانه ايه؟ ريزستنس عشان كده بنشيل الكارنت سورس ده نحط مكانه ريزستنس كله فاهم؟ طيب هل برضه دوت الحاجات اللي موجوده بس في السمول سيجنال مودل ولا في حاجات تانية؟ فرازيك كابسنس بالظبط كده فرازيك كابسنس برضه عايزين نجيبها بنجيبها بنفس الطريقه يعني بس احنا مش هنجيب مش هنعملها يعني برضه بنشوف التغير بتاع الفي جي اس مع الكارنت ماشي في الفي جي اس اللي هو بارشل على بارشل ونجيب الكابسنس فتلاقوا دايما كابسنس سي جي اس وسي جي دي والحاجات دي عشان نشوف الكوشن ساعتها حد عايز يظهر يعني لكن ده بارشل ديريفيتيف مش اكزاكت يعني اكيد في لينيزيشن تكنيكس الحاجات دي بس غير مش ما اعتقدش هتكون بيدينا كده سهل سهل انك تلعب ولا كده برضه ممكن تعمل يعني جيب اللاين مثلا عندك حاجه دي بس ده هيكون زياده يعني عندك حاجه فيهم مثلا كده برضه جبت التانجنت بتاع هنا هيكون برضه في ممكن تستخدم الكير قصدي اللاين بس هيكون ايرور زياده لانه هيكون بيعمل اكتر الحاجات دي بتعمل بقى اعتقد في ماتلاب وغير كده طيب احنا عندنا سمول سيجنال موديل ولارج سيجنال موديل اللارج سيجنال ديت او لو عندي اي انبوت لارج سيجنال ممكن يكون اي سي او دي سي ليه ممكن يكون اي سي او دي سي؟
لان ممكن يكون دي سي مثلا 2 فولت هنا، ف 2 فولت ما ينفعش استخدم على طول كده السمول سيجنال موديل، لازم احل المساله باستخدام الكاركترست بتاع الترانزستور هو الايكويشن بتاع الترانزستور اللي هو سكويرد رومان. طب ممكن يكون اي سي، ازاي ممكن يكون لارج سيجنال اي سي؟ بالظبط، عندي مثلا ساين ويف تغير رقم كبير جدا كده مثلا من 1 فولت من 3 فولت ل 1 فولت، ساعتها ما ينفعش استخدم سمول سيجنال موديل. ليه ما ينفعش استخدم سمول سيجنال موديل؟ معناها اي سي عشان التغير كبير جدا، يبقى الايكويشنز اللي هنا مش فاليد صح كده؟ في الحقيقه المودل ده اسمه ايه؟ ما اسموش اي سي مودل، اسمه ايه؟ سمول سيجنال مودل صح؟ يبقى في فرق بين سمول سيجنال واي سي. سمول سيجنال ديت يعني السيجنال سمول ايا كان بقى اي سي ولا دي سي، المهم هي صغيره خالص. لكن لارج سيجنال ممكن يكون برضه اي سي او دي سي، ممكن يكون اي سي ازاي لو ساين ويف كبيره جدا. هنا العكس، لو ساين ويف صغير يبقى كده سمول سيجنال. واضحه دي؟ اخدت سؤال؟ ازاي يبقى سمول سيجنال في الدي سي؟ يعني حاجه مش يعني انت مثلا 2 فولت هنا بعد شويه بقت 2.01 ماشي، وانا مش عايز اعمل حسابات ثانيه بتاعت الدي سي كانت معقده بالنسبه لي، فممكن على طول اصلا اعمل سمول سيجنال موديل اشوف الاوت بتاعه بكام ويبقى الاوت بكام صح؟ حد عنده سؤال؟ كله تمام؟ الترم اللي فات كان عندنا اوسيليتور كده كان في بايس كارنت موجود للترانزستور عشان يشغله في السيتريشن ريجن صح كده؟ صح؟ فاكرين الحته دي؟ كان في كده حاجه زي مش مشكله شوف عامل زي في كويل هنا وحاجات كده، بس كان في بايس كارنت موجود للدايره دي صح؟ طب البايس كارنت ده بيتعمل ازاي؟ هل في كومبوننت في الحقيقه ممكن اشتريه من رام ولا من هيري ولا ايا كان يطلع كارنت سورس كده؟ ممكن اشتري بطاريه تطلع فولتج، بس في حاجه ممكن اشتريها تطلع كارنت؟ مفيش حاجه كده صح؟ فلازم اشوف الكارنت سورس هعمله ازاي جوه الدايره. عايز اشوف طريقه اعمل الترانسفورمز ده جوه الدايره. طب ايه الكومبوننت اللي عندي اللي بيطلع كارنت؟ ترانزستور صح؟ مش ترانزستور غير الفولت اللي عليه يطلع كارنت؟ فانا ممكن اشيل الكارنت سورس الاي بي واشيله خالص واحط مكانه ايه؟ ترانزستور. طيب تعالى نشوف اي سي انا عايز الكارنت هنا 1 ملي امبير عشان ابايس ترانزستور صح مثلا في الساتوريشن ريجن بارامترز معينه او سبيشال فريكونس معينه. فعشان اشيل الكارنت سورس واحط مكانه ترانزستور اجيب ترانزستور كده كنا عارف الايكويشن بتاعته 7 ونص 100 مان سير سويت وانا عارف الايكويشن بتاعته 7 ونص 6 سويت على ال بي اس من البي ثريشولد سويت. طيب انا عندي الكون بتاعت ال دبليو على ال عندي بي ان عندي سير سويت عندي بي ثريشولد ممكن احط عليه بي جي اس معينه بي بايس معين كده هنا عشان ايه يطلع كارت انا عايز 1 مليون دولار صح كده؟ عشان لو ترانزستور عارف كل القيم دي حطيت بايس بي بايس بقى كان فولت بالكالكوليشن زي ما هي كان اي كان رقم يطلع عشان طبعا هنا 1 مللي امبير مش ده ساعتها يكون كارنت سورس صح؟ يبقى انا ممكن اشيل الكارنت سورس ده وانصره كده يبقى ده بالنسبه لي كارنت سورس عندي كل الفاليد بتاعت المصرف هو في عيني والدبل اي والحاجات دي كلها احط فولتج معين هيطلع كارنت 1 مللي امبير صح كده؟ كله فاهم؟ طب ايه المشكله بقى في الطريقه دي؟ بيغير من حاجات كتير جدا زي ايه؟ الفولتج اني فولتج؟ الفولتج ده خلاص انا دخله بي اي ثابت صح؟ انا مش مهتم بجي ام انا في لارج سيجنال اناليسيس دلوقتي انا عايز كارنت. ماشي حاجه زي كده الفكره في الترانزستور كل البارامترز دي تتغير كل البارامترز يعني ميوت ميوت تتغير مع التنشن مثلا السي اكس تتغير مع التنشن ومع الفاري بتاعت الفولتج اللي عليها البي ثريش بتتغير مع التمشن مع البروسيس يعني ايه مع التمشن مع البروسيس؟ يعني في المصنع مثلا هو بيصنع الترانزستور ده الابلكيشن بروسيس ما بيعرفش يضمن دايما ان كل الترانزستور زي بعض ايدنتيكال نفس البي ثريش ونفس الميل ان سيكسايد نفس كده بس ممكن يقول لي رينجز يعني يقول لي المجموعه دول البي ثريش بتاعتهم حوالين ال 300 المجموعه دول حوالين 200 المجموعه دول حوالين 150 ده بنسميه كورنر ده فاست كورنر ده سلو كورنر ده تيبيكال كورنر اللي هو بي بي تي او راح البروسيس في بروسيس فاريشن بس هو بيصنع الدايج او الترانزستور ده بيكون في حاجه في البروسيس
ما ينفعش نقول لهم كل حاجه على الدنيا. واللي حابب ترزسه دول البيتا بتاعتهم حوالين 300، ممكن تلاقي واحد 310، واحد 320، واحد 290، والحبه دول التيبيكال دول حوالين 250، والسلو دول حوالين 220 مثلا وهكذا. فاحنا دايما مش واثقين في قيمه البيتا بلس الميو ان سي سايت، مش بالبساطه دي، مش ارقام كده خلاص، هو بيعتمدوا كمان على البولت اللي عليها، يعني اغير البولت اللي هنا هتلاقي الميو بتتغير. لان الايكويشن اصلا دي ايكويشن ابروكسيمت جدا، يعني السمي سكوير سكوير لو موديل ده ابروكسيميشن، يعني فيها بوتنشال كتير جدا. الابسط حاجه احنا عارفينها مثلا ال 1 بلس لاندا ريجيوس، هي الابسط حاجه احنا حاطينها مثلا في الايكويشن دي. تاني حاجه الميو ان سي سايد بيكون ليها علاقه بال الكتريك فيلد بتاع الترانزستور، الكتريك فيلد ليه علاقه بالفولتج الترانزستور وهكذا. فكل فان احنا نعتمد على البارامترز بتاع الترانزستور عشان نطلع الكارت ده، دي اكتر حاجه والله ممكن واحد انا متزايد يعملها. فما ينفعش نعتمد على البارامترز بتاع الترانزستور عشان نطلع الكارت، ما ينفعش نقول الفيتاج ده كذا والميان بكذا والمش عارف ايه بكذا، فاحط الفولتج بكذا اللي 1 ملي امبير. هي تيجي تصنعها تطلع تلاقي الكارت بدل ما هو 1 ملي امبير مثلا 1.5 2 نص ربع ايا كان. هو المهم هو بعيد عن 1 ملي امبير. ايه بسبب الفاريشنز اللي حصلت في الايه؟ البارامترز بتاعت واضحه؟ كله فاهم؟ ماشي. فالحل بقى هنعمل ايه؟ المشكله عندنا ان في بايس اللي هنا ده طول ما هو ثابت كده الفاريشنز عماله تحصل، دي فاشل في يونس سايد والحاجات دي كلها، كل ما الكرنت اتغير. فالحل انا اشوف في بايس بيتغير مع التغيرات دي، يعني هيحاول ايه؟ اجنريت في بايس بيتغير اوتوماتيك، في فاشل زادت اغلي في بايس هو كمان يزيد اوتوماتيك، مش عارف الميو ان زادت اخلي في بايس دي، الميو ان قلت وهكذا. يعني عايز اجيب دايره بتطلع في بايس، بس الفي بايس ده بيكون ايه؟ بيمشي مع الفاريشنز، كل ما الفاريشن بتختلف هو هيختلف معاك. هنعمل الكلام ده ازاي؟ اعمل الكلام ازاي؟ انا عايز اعمل جنريشن للفي بايس ده بحيث يكون متغير مع اي فاريشن في الفي ثريشولد في اي كان يعني في الترانزستور. فيعملوا ازاي؟ يكون عندنا كارنت سورس عملناها مره كده، يعني عملناها بحاجه اسمها باند جاب سيركت، ده بيطلع كارنت ثابت ما بيغيرش. ايوه ما استخدموش ليه بقى؟ هنا في حاله عندك مثلا في الدايره بتاعت 100 دايره، 100 دايره زي كده مثلا عندك ثلاثه اوسيليتور مش عارف عندك كذا دايره عايزه كارنت، فما ينفعش كل مره تعمل باند جاب ريفرنس. ليه؟ لانه بيكون اريا كبيره وباور كبيره، يعني بيستخدم محتاج يعني ايه ديزاين كتير. فانت بتعمله مره واحده بس يكون خلاص موجود في السيركت او في الاي سي بتاعتك مره واحده بس، وتميرور منه بعد كده. ماشي؟ احنا عملنا كارنت اسمه اي ريفرنس، ده حاجه اسمها باند جاب ريفرنس، طلعنا 1 ملي امبير زي ما احنا عايزين، وهنبدا نستخدم الكارنت دوت احنا نميرور منه او ناخد منه فاليوز للكارنت اللي احنا عايزينها في الدوائر بتاعتنا. واضحه دي؟ طب ازاي الداتا دي عملت كده؟ ازاي الدايره دي خلت الفي بي دي تفولو البروسيس فاريشن او الفاريشن اللي حصلت في فلاش والمي ان سي بسبب الحاجات دي. مش الكلام ده 1 ملي امبير وانا متاكد ان هو ثابت صح؟ طب هيدخل في الترانزستور ده مش هيفورس الفي جي اس دي برقم معين؟ يعني عندي الاي دي 1 ملي امبير، يبقى الفي جي اس دي لازم تطلع حاجه مناصره ل 1 ملي امبير. دلوقتي الفي فلاش زادت، الفي جي اس غصب عن الترانزستور هيحصل لها ايه؟ هتزيد ده كمان عشان تحافظ على الفاليو دي، بس كلها على بعضها بتساوي ايه؟ 1 ملي امبير. يبقى الشكل ده بيعمل ايه؟ بيحافظ على الفي جي اس بتاع او الفي بايس بتاع الترانزستور اللي بيتغير مع تغير الايه؟ البارامترز. الفي ثريش بتزيد مثلا هتلاقي الفي جي اس زاد معاها غصب عنها، ليه؟ عشان تحافظ على نفس الايكويشن يعني تساوي 1 ملي امبير. صح كده؟ يبقى احنا طلعنا في جي من هنا تغير مع الفي ثريش مع مين مع السي اكس مع حد تاني. طيب الفي بي دي هتدخل ايه؟ هتدخل على الترانزستور ده صح؟ يبقى احنا عندنا الفي جي اس. الفي جي اس بتطلع كارنت كام؟ معلش بس هو ازاي لو الفي ثريشولد لو اتغيرت مثلا في مع التمبرشر مثلا في الترانزستور ده الترانزستور اه ما يعتبر ان الفي جي اس بيزيد لان الكارنت ثابت. طيب هنا عملنا ايه؟ طلع في جي اس معين تغير مع الكروس، فالفي جي اس دي جت على الترانزستور ده، طب هتطلع كارنت كام؟ واحد نفس الكارنت بالظبط، هيطلع هنا 1 ملي امبير. ليه نفس الكارنت؟ ليه نفس الفي جي اس نفس الفي ثريشولد نفس الدبليو ال نفس الميو ال نفس السي اوسايد ليه؟ ليه موصل ده كونكتد صح؟ ده سؤال صح؟ اه ماشي. هو في سببين،
اول سبب عشان نخلي الترانزستور ده يشتغل في السات نضمن هو دايما شغال في السات اللي هو الكوشن بتاع السات بي دي اس ار بي جي اس ماينس بي ثريشول. فبالتالي لو انت موصل الجيت بدرين يبقى عندك بي دي اس ماينس بي جي اس اعلى من ناقص بي ثريشول والبي دي بيساوي البي اي جيت فزيرو اعلى من ناقص بي ثريشول. النقطه دي هتبقى كده فدايما الكونديشن ده متحقق. ماشي اول سبب احنا عايزين نخلي الترانزستور ده دايما شغال في السات. ليه دايما شغال في السات؟ عشان السات هي الكارنت عنده يكون سات. تاني سبب احنا ما ينفعش نسيب النقطه دي فلوتنج. ما ينفعش يكون عندنا فلوتنج بوينت كده في الدايره. يعني ايه فلوتنج بوينت؟ يعني النقطه ما لهاش باث للجراوند او للدي سي. يعني مثلا انا بعمل دي سي انا مثلا الدايره دي فانا عارف البوت بتاع الدايره دي هيجي منين. هو المفروض يا اما يسحب كارنت من الفي دي دي يا اما يودي كارنت للجراوند عشان يتغير صح؟ فهنا ولا هيعرف يسحب كارنت الفي دي دي ولا هيعرف يودي كارنت للجراوند. ليه؟ لان ده اوبن سيركت وده اوبن سيركت. لان النقطه دي بالنسبه لي ايه؟ اوبن سيركت موجوده مرميه في الدايره كده صح؟ ما لهاش بوت صح كده؟ واضحة دي؟ ماشي. طيب ايه كده بقى بعد شوية في السيركت الثانية؟ لقيت نفسي عايز أعمل بدل ما قررت أعمل كارنت هنا 1 ملي أمبير عايز أعمل كارنت 2 ملي أمبير. هل محتاج أعمل بدل جاب ريفرنس ثانية؟ لا مش محتاج أعمل بدل جاب ريفرنس ثانية. هعمل إيه هنا؟ بالظبط أعمل ستيج ثانية أو أعرف يعني هنشوف الحلين. الاستيشن يعني هجيب ترانزستور ثاني زي ده بالظبط كده واوصله نفس الجيت واوصله نفس الدرين. يبقى ده طلع 1 ملي وده طلع 1 ملي يبقى التوتال كام؟ 2 ملي. هنا 1 صح؟ يبقى انا جبت ترانزستور ايدنتيكال زي ده بالظبط كده وجمعتهم على بعض يبقى 1 ملي 1 ملي و 2 ملي. اول حل الاسهل ان انا اعمل ايه؟ بدل ما اجيب ستيج ثاني كده بالظبط كده. ممكن الدرع يقطع ترانزستور مش كل حاجه هنا زي كل حاجه هنا صح؟ نفس ال ان نفس ال بي جي اس نفس ال دي تريشن نفس كل حاجه. لا طب زينا مره واحده انت عايز دايره مثلا تكمل ديزاين الدايره دي عايزها 2 ملي امبير يبقى انت من الاول هتخلي الترانزستور ده السايز بتاعه كذا. يعني احنا عايزين الدرع اللي هنا مثلا نخليها 2 دبل على ال 1 يبقى الدبل على ال بتاعت الاوت ستيج تساوي 2 دبل على ال بتاع الريفرنس مثلا دوت ريفرنس اي ده. طب ساعتها استفدت ايه؟ الميزه في الدبليو ال هي تغير الكرنت لينير فانا زودت الدبليو ال ضربتها فاكتور في 2 يبقى الكرنت هيحصل له ايه؟ هيديني فاكتور في 2 ليه؟ لان نفس البي جي اس ماينس بي تريجر نفس الميو ام نفس السي او سايد نفس الدبليو ال اللي هي الاصليه مضروبه في 2 يبقى الكرنت هيحصل له ايه؟ هيديني في 2 وكده. يبقى احنا زود ستيج انا عندي ترانزستور اهو وجبت جنبه كمان ترانزستور زي ده. شو هما نفس الفي جي اس؟ احنا موصلين البيز الجيت في الجيت يعني كده نفس الجيت ايه؟ سوري لكن مفيش توصيل في النص ده نفس الكرنت نفس الكرنت طب تاني يجي مع بعض. وبعدين اللي يحصل لما احط على الترانزستور في جي اس وكرنت سورس مختلف عن الفي جي اس ايه اللي يحصل؟ كده 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 السمول سيجنال السكوير لو موديل مش هي الموديل اللي انا شغال بيه. يعني في زي ما قلت لك في فاريشن في المينيم سيو سايد في واحد بلس لاما دي اس فهو هيظبط نفسه في الحاجات الثانيه. انا ممكن في الاخر ما يعرفش يسبلاي كارنت ده هيكون في اللينير وهكذا او مثلا يغير مع الفي دي اس مش انت كده كده الكوشن حاجه عامله زي كده. دي الايدل دي حاجه زي كده ودي الاكشن كنت تحط اي كلام تغير بالشغل لسه في الموديليشن مثلا هيطلع هنا ينزل هنا ينزل هنا وهكذا بس انت الايدل اللي هو ثابت دي ما ينفعش زي ما انت قلت حاجه مش منطقيه بس في الحقيقه في حاجه ثانيه. هو الحاله الاولانيه قبل ما تسال كل ديفايس ليه 1 ملي امبير هنا كل ديفايس ليه 1 ملي امبير يعني 1 ملي امبير هيجي هنا 1 ملي امبير ده للجراوند وده للجراوند. اصل هو فاصل عن الثاني. اه بالظبط. مفيش حاجه. ليه وصلنا ال ها كله خير؟ حد مش فاهم حاجه لحد دلوقتي؟ حد مش متابع؟ واحد هيعمل غير السايز.
ايه الدبليو ال بتاع الاوتبوت يساوي 2 بالدبليو ال بتاع الاي دي صح. فانا في كين في تو فاريبلز نغيرها ممكن نخلي الناس النص او الويتس بتاعها صح كده. هنعمل ايه فيهم ليه ماشي هحط الترانزستور او مثلا اللينس بتاع الترانزستور دوت الكاركترست بتاع الترانزستور يعني كل ما يكون اللينس زي اللينس كل ما يكون الاثنين ترانزستور قريبين من بعض. يعني لو اللينس بتاع ده مختلف عن اللينس بتاع ده هتلاقي البي تريش بتاع ده مختلف عن البي تريش بتاع ده مين بتاع ده مختلف عن مين بتاع ده والسي بي سي بتاع ده مختلف عن السي بي سي بتاع ده. فاحنا عاد بنقول عايزين الاثنين ترانزستور يكونوا ايدنتيكال يعني ايدنتيكال نفس الميو ان نفس السي بي سي نفس البي تريش نفس كل حاجه نفس الترانزستور معناها صح فنفس الترانزستور مع نفس الاله. فاحنا دايما واحنا بنعمل كارنت ميرور ما ينفعش نغير ال لازم يكون ال هنا زي ال هنا زي ال هنا زي ال هنا. اي ميرور عايزين نعمله بنغيره في ايه في الدبل. يبقى هنا نخلي الدبليو 2 دبليو 2 الدبليو اوت بتساوي 2 دبليو بس ال ايه بتساوي ايه ال واضحه دي. هاكم فاهم عشان صور عشان اعمل كارنت سورس عملت استخدمت كارنت سورس ثاني بالظبط. طب ما الثاني ده بقى هعمل ازاي الثاني بقى نعمله حاجه اسمها باند جاب ريفرنس. باند جاب ريفرنس بتكون دايره كبيره بالظبط فرق مختلف مختلف طبعا تكون دايره كبيره ونعملها مره واحده في مره واحده في الشيب كلها في الاي سي كلها. بس كمان ميرور ده ممكن اعمله كذا مره 100 مره مثلا عندي دايره هنا 100 دايره 100 اوسيليتور مثلا عندي في الدايره وعايز كل واحد ليه كارنت سورس مش بالظبط. انا مش كل مره اعمل لكل واحد باند جاب. باند جاب ده هياخد اريا هياخد باور فانا عندي كل ما سبت 1 ملي امبير مثلا بميرور بقى عايز 1 ملي عايز 2 عايز 3 عايز 100 مايكرو اي كده. عشان كارنت سورس عايز تكمل يعني كارنت سورس ده بيطلع قيمه كارنت يعني تعالى الباند جاب بيعمل ايه بيطلع فولت سيل انت بتحول الفولت سيل ده لكارنت سيل عايز انت بتدخل كارنت ميرور ده بيكون عايز كارنت فانت عندك كارنت جاي لك بتطلع منه كارنت انت عايزه. ممكن تحط ريزيستنس بس الريزيستنس بتاعك يكون معتمد على الفي جي اس او الفي بي اي بتاع الترانزستور ولا يكون حاجه فاريشنز يعني افضل دايما يكون في كارنت سورس. بس يعني ستيل في ناس كمان بريزيستنس تانية مش ممكن ايه؟ يعني مثلا حاطط بي جي دي وفي ريزيستنس هنا طب دروب اللي على ريزيستنس بي جي دي من 0.7 وانت عارف الفاليو بتاعت الريزيستنس عارف الدروب خلاص كده حاجه زي كده. يعني الفولت ده هو البي جي دي لا الريزيستنس من غير باند كل الباند جاب جواها حاجه زي كده يعني دي بقى حاجات بقى شغل الباند جاب. الباند جاب بيطلع كارنت ثابت او فولت ثابت. الناس عشان تعمل باند جاب ما يكونش عندها باند جاب فبتحط ريزيستنس في حاجه اسمها ديفون بلاينز. طيب الحقيقه الكشف بتاع الترانزستور مش بيكون فيها غلط اصلا ده في اس الواحد بلس لندا في اس بتعمل ايه في الشكل بتاع الدايره؟ مش كده بتزود ريزيستنس عند الاوت صح كده؟ بيبقى بتزود ريزيستنس كده عند الاوت ار نود مثلا. طب تاثير الريزيستنس ده بيكون كويس ولا وحش ولا ملهاش تاثير ولا ايه بالظبط؟ ايه؟ ليه؟ على قصه الريزيستنس دي يعني غير ازاي؟ في اس عليها بتزود الكارنت بالظبط يعني بالظبط يبقى الكارنت طالع من هنا كان طالع هنا 1 مللي امبير من ترانزستور اي ده ما فيهوش اوت بوت ريزيستنس وهنا عندي في اوت بوت مثلا فبالتالي اي اوت بوت هيساوي 1 مللي امبير بلس في اوت بتاع ار نوت صح؟ عشان كل ما غير الاوت بوت كل ما الريزيستنس دي مش كده فعلا مختلف فبالتالي الاوت بوت كارنت طالع من هنا 1 مللي امبير بلس في اوت بتاع ار نوت صح كده؟ فبالتالي في اوت الكارنت انا عايزه مش 1 مللي امبير زي ما كنت بقول هيكون في فاريشنز او في ايرور لكن اشتغلت مش كويسه يعني. طيب عايزين نحسن الايرور ده نعمل ايه؟ نزود ار نود نزودها ازاي؟ دي ابسط طريقه. هنعمل ايه؟ هنعمله ازاي بقى؟ هنغير ايه في الترانزستور عشان يعمل كده؟ نعلي ايه بالظبط كده مش احنا عايزين نزود ار نود عايزين نخلي الترم ده يختفي خالص فعايزين نزود ار نود هنزود ار نود ازاي؟ مش الار نود بتحتمل على ال؟ مش انتوا عارفين الار نود دي بروبورشن واحد مع ال؟ صح على الكارف فانا هزود ال بتاع الترانزستور هزود ال بتاع الترانزستور ده ولا ده؟ الاثنين بالظبط كده مش ما ينفعش اخلي ترانزستور ليه ال بتاع الترانزستور التاني يبقى انا هزود ال بتاع ده وال بتاع ده يبقى انا كده زودت الار اوت
بس ستيل برضه عمال ازود على اوتبوت وفي اجريسي مش كويسه. ماشي انا عايز اشيل الترم ده خالص. يعني اشيل يعني الار اوت بكام؟ انفينيت. يعني عايز اكبرها. طب اكبرها ازاي؟ الار اوت دي بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على اللينس بتاع الترانزستور. مش الار نوت دي بتاع الترانزستور بتاع اللينس. بتعتمد على واحده مش مشكله واحده على الترانزستور. بس هي بتعتمد على اللينس صح؟ كل ما زود لينس بتاع الترانزستور كل ما الار اوت بتاع الترانزستور بتزيد صح كده؟ فانا زود لينس بتاع الترانزستور عشان ازود الار نوت دي عشان اقلل الايرور. فزود لينس اللينس ده ولا ده؟ ده صح؟ بس احنا قلنا من شويه ما ينفعش يكون ده مختلف عن ده. فاروح بزود ده وكمل. صح كده؟ ماشي. يبقى ده اول مشكله في النوع ده اللي هو الار اوت بتاعته صغيره. أو يعني ار نوت بس. احنا عايزين نزودها احسن من كده. هنزود اللينس برضه عمال يزود مش عايز يتحسن احسن اكتر من حاجه معينه. في مشكله ثانيه طبعا اللي هي في الكرنت ميرورز عامه او حاجه انت اكسبكت ان هي في الكرنت ميرورز اللي هي الفيجن بلاينز. هو كده هي دي حل المشكله بس ولا في حل تاني؟ لا لسه انا ممكن الترانزستور لما يكون شغال بيكون ده الكارتكس بتاعه بيكون شغال على في اللينيا لما تكون في دي اس صغيره اوف لوف لما يكون في دي اس صغيره او يعني الاوف الاول يعني بعد كده اللينيا لما يكون في دي اس صغيره بعد كده في الستات لما يكون في دي اس عامل حاجه معينه صح كده؟ هو صح اللينيا الترانزستور مش هل كله هيتصل هو هيتوزع ولا لا لا اتصل عليه كده مفيش كارنت هنا اصلا ده في البي جي دي لسه. طيب احنا عايزين الترانزستور ده يكون شغال في اللينيا ولا في الستات؟ ليه في ستات؟ عشان يكون كارت ثابت النص لازم يكون زي اخوه ده صح كده؟ ده في الستات يبقى لازم يكون هو زيه بالظبط صح؟ يبقى احنا عايزين الفولت اللي هنا ده يكون اعلى من بي افكت بتاع الترانزستور بل في الفي دي اس لازم يكون اعلى من بي افكت. ليه؟ عشان يكون الترانزستور شغال فين؟ الستات. يبقى لازم البي اوت والبي تكون ليه؟ اعلى من بي افكت. ونسمي بقى الموضوع ده البي كومبلاينس. يعني البي كومبلاينس اقل فاليو للفولت اللي ممكن كارنت سورس ده او كارنت ميرور ده يستحمله. فدي كومبلاينس التعريف بتاعها اللي هي في اوت بوت مينيمم اللي هي في الدايره اللي بتطلع ايه؟ بي اف ار. واضحه؟ فاهمين حاجه؟ مش فاهمين حاجه طيب؟ طيب يبقى اقل فولت ممكن الدايره تستحمله اللي هي بنسميه في كومبلاينس اللي هو البي اوت مينيمم اللي هو بي افكتيف جت من البي افكتيف من الكاركترستكس بتاعت الترانزستور لازم يكون في السات مش يكون في السد اللي يحصل يكون بي دي اس على الاي افكت بي دي اس اللي هي اوت لازم بي افكت. واضحه؟ ماشي. المشكله بتاعت بقى الار اوت عشان الحل الاول احنا نزود نال الحل ما ينفعش ممكن نلاقي راي تاني دي جنريشن مش الدي دي جنريشن بي داون ار اوت صح كده؟ هعمل دي جنريشن للكارنت سورس ده هزود ترانزستور فوق كده وانا ساعتها شايف الار اوت اللي انا شايفها من هنا ايه؟ شايف ترانزستور تحتيه ريزيستنس تحت ار نوت فكان دي جنريشن زي الترم اللي فات اللي هو جي ام اللي هي ار الاولانيه بتاعت ار الثانيه بجي ام ار فور يبقى عندي كده الارات كلها ار نوت عندي ار اوت دلوقتي بقت جي ام ار نوت سكوير فكاني زودت الفاليو بتاعت الار اوت اللي هنا مضروبه فاكتور ايه؟ جي ام ار نوت جي ام ار نوت ده فاكتور مش صغير كويس يعني 10 20 كده ماشي كده عملت ايه؟ حسنت الكارنت اكيوسي يعني الكارنت اكيوسي اختلفت ان كان الاوت طالع 1 مللي امبير بالظبط كان قللت الايرور اللي طالع هنا او الفاريشنز بتحصل في الكارنت بسبب الفاريشنز بتحصل في الدي اوت. واضحه؟ بس اكيد مفيش حاجه في الطبيعي بنحسن حاجه من غير مقابل. ايه المقابل ده هنا؟ الدي كومبلاينس بيعلى كمان فاحنا عايزين الدي كومبلاينس يزيد ولا يقل؟ يعني الدي اف بيخلي السويت بتاع الترانزستور كويس. فتعالوا نشوف كيس من هنا ايه؟ نخلي السوينج بتاع الدي اوت كويس هنشوف ايه السوينج ده. هو ايه اللي عامل فيكم برايس؟ ايه اللي عامل فيكم برايس؟ دلوقتي بقى الدي اوت ما ينفعش
تقفل الاثنين ترانزستور. دلوقتي كانت ممكن من هنا كانت ممكن ما ينفعش تقفل ترانزستور واحد عشان في افكت لوحده صح؟ هنا ايه؟ هنا لازم يكون هنا في افكت وهنا في افكت كمان صح؟ يعني الاوبتيم هنا تعال نشوف الدي كومبلاينس اوبتيم احسن حاجه تساوي 2 في افكت. الدي كومبلاينس هنا احسن حاجه ممكن تحصل هي 2 في افكت لو هتكون ده شغال في افكت بالظبط على الايد فاسيليشن وده شغال دي افكت بالظبط على الايد ايه بالظبط بس ده الاوبتيم يعني هنشوف دلوقتي مش هيكون دايركت مش حاجه دايركت كده يبقى هنا علينا الار اوتبوت بس في المقابل ايه دفعنا بيك برايس صح كده. طب البيك برايس بتعبر على السوينج ازاي؟ تعالوا نعتبر مثلا بيك برايس ده كان 10 ملي فولت مثلا والفي دي اي كان 1 فولت فهنا الاوتبوت سوينج او الاوتبوت ممكن يمشي من 1 فولت من 0 فولت يبقى الاوتبوت هنا ممكن يتحرك براحته من 100 ملي فولت لحد 1 فولت صح كده؟ طب هنا الاوتبوت ممكن يتحرك من كام لكام؟ من 200 ملي فولت لواحد فولت. طب انا خسرت ايه كده لما خليت الرينج بتاع الاوتبوت يتحرك فيه ده اصغر؟ يعني هنا الرينج كان ممكن يتحرك من 100 لواحد اللي هي 900 ملي فولت. هنا من 200 لواحد اللي هي 800 ملي فولت. طب انا خسرت ايه كده؟ طب خسرت ايه برضه؟ انا هل انا الكرنت ميرور ذات نفسي خسرت حاجه؟ ايه؟ الكرنت ميرور خسرت حاجه؟ لا مش فارق معايا في حاجه بس ايه اللي مين اللي خسر؟ الباور اللي انا هستخدمه ليه باور مش هحتاج يعني ماشي كده كده واصل البي دي دي فكده كده الباور سيت كده كده في الاخر هتلاقي بي دي مش تفرق الفاري بتاع الفولت هنا كده بس انا اللي خسرته في العيال انا وانا بدخل على الدوائر بعد كده اللي هي مثلا زي الاوسيليتر هكون عامل له ليميتيشن مثلا لو سيرت بتاع التمر الاول اكون بقول له انت لازم تجيب لي فولت هنا ما يقلش عن 200 ملي فولت يبقى انا عملت له ريستريكشن صح؟ كده بتوحش الديزاين بتاع الناس اللي بعدها اللي هو راجع لهم اصلا صح كده؟ يبقى لازم الكارنت ميرور يكون على قد ما اقدر فيه كومبلايس قليله عشان لما اروح اقعد الكارنت ميرور ده في السيركت زي اوسيليتور كده السيركت تكون مستريحه يعني مستريحه شايف الكارنت ميرور ده على قد ما اقدر ايدل يعني ايه ايدل؟ يعني يستحمل كارنت فولت صغير قوي ويطلع كارنت سالب واضحه دي؟ فاهمين حاجه؟ تاني يا باشمهندس احنا عايزين نعمل ايه؟ عايزين نحسن السوينج بتاع الاي اوتبوت ما اثرش معايا حاجه في الكارنت ميرت كده كده مش فارق معايا حاجه بس هياثر في ايه؟ هو احنا ليه اصلا دي 100 مش هنا البي كومبلاينس بيساوي بي افكتيف واحده بس ترانزستور واحد هنا البي كومبلاينس اوبتيم احسن حاجه ممكن تحصل ايه؟ يكون هنا بي افكتيف وهنا بي افكتيف ده 2 بي افكتيف اللي هي 200 ملي فولت صح؟ ما ينفعش يقل عن الحته دي وهنا كان نفس الكلام ما ينفعش يقل عن 100 ملي فولت صح؟ فهنا الرينج كان اعلى الرينج كان اعلى معناها ايه؟ معناها لما احط الكرنت ميرور ده جوه الدايره جوه السرير مثلا ولا حاجه انا جوه السرير بقول له ما ينفعش تقلل النقطه دي عن 100 ملي فولت لو انا بالدايره دي لو انا بالدايره دي اقول له ما ينفعش تقلل النقطه دي عن 200 ملي فولت يبقى انا اوحش اكيد ده اوحش صح؟ لانه بيحمل ريستريكشنز اكتر على الديزاين بتاع الدايره دي لو هو 100 يبقى خلاص الديزاين ده سهل حط اي دبل اي فايس اي 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 كباسنس كده براحتك لكن لو 200 لازم اخد بالي بقى اخلي كباسنس معينه عشان ما تقلقش هو ليه بي افكت بيساوي بي افكت وده دي بي وده دي جي ابروكسيميشن عمليه ابروكسيميشن عشان دلوقتي يعني الحقيقه مش هتطلع يعني 2 بي افكت ده اوتو كيس بس بعد كده هنشوف دلوقتي الدايره بقى الثالثه يعني مش هتطلع بي افكت 2 بي افكت بالظبط كله تمام؟ حد عنده سؤال؟ طيب ايه المشكلة برضه في الدائرة دي بقى؟ مع المشكلة بتاعت البيك كومبلاينس اللي ممكن نحسنها أكتر. أو هي مش مشكلة واضحة أوي بصراحة يعني هي المشكلة في الكارنت اللي هنا ده بيساوي حاجه زي كده في في جاف من الفيتر سويت مضروب اي 1 بلس لامدا بي دي اس صح كده وهنا نفس الكلام في نفس الايكويشن فاحنا عشان نخلي كارنت سورس ده اكيوريت على قد ما نقدر لازم نعمل ايه نخلي الفي جي اس هي في جي اس الدبليو ال هي دبليو ال بس كمان لازم نعمل ايه الفي جي اس هي على قد ما نقدر الفي جي اس هل هنا الفي جي اس زي الفي جي اس
يعني باعتبار يعني معظم الكيسز مش هتكون زيها. ليه؟ هنا هنا الـ VGS بتاعته هتساوي VGS صح؟ بس هنا الـ VGS بتساوي ايه؟ VB minus VGS صح كده؟ باعتبار الـ VB ديت يعني تاخد اي values في الحيطة، فانا مش ضامن دايما ان الـ VGS اللي هنا هي هي الـ VGS اللي هنا. واضحة دي؟ فده هيعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ هنا الـ VGS اللي هنا بيساوي VGS صح؟ بس هنا مش عارفين هي VB minus drop اللي هنا، drop اللي هنا ايه؟ VGS صح؟ فعندي VB minus VGS، فانا مش عارف الـ دي هل قريبة من الرقم ده ولا بعيد عنه حسب الـ value بتاع الـ VB. فان جنرال يعني الـ VB اي ممكن تاخد غير قيمة، فالـ current mirror ده مش هيكون كويس كـ accuracy برضه. ليه؟ لان الـ VGS مش زي الـ VGS، وانا عايز اخلي الـ VGS زي الـ VGS. ليه؟ عشان اخلي الـ current الاثنين ترانزستور دول شايفين نفس الحاجة بالظبط، شايفين نفس الحاجة كـ size وكـ parameters وكـ voltage. تمام كده؟ كله تمام؟ هتعمل سؤال؟ كده هنعمل بس مش عارفين هنعمل على الشمال بقى، الموضوع اللي عارفين ده خلينا نتناقش فيه يعني. الـ VDS اللي هنا عبارة عن ايه؟ زي ما هو VDS هتساوي VGS صح كده؟ عايزين بقى نحسب الـ VDS اللي هنا بكام؟ هنحسبها ازاي؟ لازم نحول لريفرنس نقطة احنا عارفينها. ايه النقطة اللي هنا ممكن نعرفها؟ هي الـ VB اللي هنا أو الـ VG اللي هنا. الـ VG اللي هنا ليه؟ in terms of VGS و V threshold و V over drive هتساوي ايه؟ حد يعرف دولها؟ ايه الحاجات اللي احنا عارفينها في البداية دي؟ او ايه الفولتجز اللي احنا عارفينها ممكن ننزل عندها؟ VS VG هتساوي 0؟ لا هنا VS، ما VS هنا VDD انا ما اعرفش الدروب اللي فوق ده، فانا المفروض اشوف الحتة اللي تحت. لو عندي VGT عشان البي جي دي ممكن عارف البي بي بتاعته 0 من 7 فممكن انزل من عليها بعد كي بي ال. طب هنا انا عارف ايه؟ البي جي اس صح؟ البي جي اس ان ترمز اوف كرنسي يعني الاي بتساوي بي جي اس ماينس بي ثريشولد سكوير لايك كده صح؟ فانا لازم احول ريفرنس اي فولت عندي البي جي اس وبي ثريشولد وبي اوفر درايف، دي الثلاثه فولتز بالنسبه لي اساسيين يعني. بي جي اس بي ثريشولد وبي افكت، لو في اوفر درايف هو بي افكت. فانا طب انا عايز ريفرنس البي جي ديت البي جي اس ست اعملها ازاي بقى؟ ايه؟ اه ام كي بي ال تبقى ايه؟ بي جي بقى ايوه بالظبط كده. بس مش انا وانا عايز انزل من هنا للجراوند هعمل كي بي ال، وهنزل من هنا للجراوند هنزل ازاي؟ مش عندي دروب هنا اول حاجه في جي اس صح كده؟ بعد كده ماشي كده نفس السيت، لكن عندي دروب هنا في جي اس صح؟ يبقى عندي في جي بتساوي ايه؟ هتساوي 2 في جي اس واضحة؟ فاهمين؟ طب ليه ما مشيناش من الحتة التانية؟ عشان لما اجي من هنا بيجي اس همشي من هنا مش عارف البي دي اس، ما ينفعش ريفرنس البي دي اس، لازم بيجي اس او ايه؟ ايه؟ بيجي اس اللي فوق زي بيجي اس اللي تحت. اه بنعتبره نفس السايز ونفس الكارت وبتاع نفس البي جي اس. مش نفس الكارت ونفس السايز ونفس البي جي اس؟ ماتقسميش برضه في الحقيقة لما تعمل الكيدنس مش هتيجي زي بعض قوي يعني. طيب احنا جبنا البي جي احنا ده اللي احنا عايزين نشوفه، هل هو فعلا كده ولا لا؟ ما اعرفش بس عشان كده مش هقدر اعمل ده. اه بالظبط، انا مش عارف البي دي اس هنا بكام، ده انا حاجه مش عارفها، عايز اتاكد بقى زيه وزيه وفاهم عامل ايه. تمام كل حاجه واضحه؟ حد عنده سؤال؟ طيب تعالوا نشوف بقى هل فعلا الداله دي حسنت وخلت البي دي اس هنا زي البي دي اس هنا ولا لا؟
يعني نعمل ايه نحسب النقطه دي اللي هو الفيديو في ام 1 هتساوي ايه فيجاس في ام 1 في جي اس جت منين؟ بالظبط في جي وهننزل هنا بوست دروب في جي اس فعندي في جي اس بتساوي في جي ماينس في جي اس اللي هي ايه؟ في جي اس لان في جي بتساوي في جي اس واضحه دي؟ كله متابع؟ بالظبط فبالتالي ايه اللي حصل؟ اذا في جي اس واحد بتساوي في جي اس وفي جي اس اثنين هي في جي اس فبالتالي احنا قللنا او زودنا الاكتف ساعات بنات زودنا الاكتف ازاي؟ خلينا الاثنين ترانزستور شايفين نفس الحاجه نفس الفولتج نفس الفي جي اس نفس الفي جي اس نفس الدوره الايه نفس المياه نفس الفي جي اس 3 برضه بتساوي زي الفي جي اس 3 عليه كله اه بالظبط ابروكسيميشن حد عنده سؤال؟ هو الفولتج ميرور كانت لا هو دايما الميرور بيكون هو اللي تحت اللي فوق هاي فورس يعني دوت كان زي ده مش عندي كارنت وفورس في الترانزستور ده نفس الكلام عندي كارنت وغير من ده هاي فورس ده بقى يتظبط عليه ليه دوت هو البي جي اس هو البي جي اس هو ده الاساس بالنسبه لي طيب اكيد برضه خسرت حاجه ايه الحاجه اللي خسرتها هنا؟ ايه؟ الفي كومبلاين زاد اكتر ازاي زاد اكتر؟ ازاي؟ هتقولي انا عاوز ازاي بقى؟ اعمل ايه يعني؟ احنا دايما نروح نجيب الفي كومبلاينس في حاجه زي كده اسهل حاجه نعملها في كذا طريقه بس اسهل طريقه نعملها نبص الفي اوتبوت شايف اول حاجه ايه؟ هنا شايف اول حاجه ايه؟ ام 3 صح؟ فنجيب الكونديشن بتاع الساتوريشن بتاع ام 3 نقول ام 3 از زيرو فبالتالي في جي اس اعلى من في جي اس ماينس في 3 صح كده؟ طيب ممكن نطير الاس مع الاس مش هيفرقوا معانا في حاجه طب الفي دي اللي هي ايه؟ الفي اوت صح؟ يبقى الفي اوت لازم يكون اكبر من في جي ماينس في 3 طب الفي جي اللي هي ايه؟ 2 في جي اس بس حسبنا يبقى الفي اوت لازم يكون اكبر من 2 في جي اس ماينس في 3 طب عايزين نشيل الفي جي دي ونحط مكانها في افكت وفي تريشن نعملها ازاي؟ ايه علاقة الـ VGS بالـ V-Effect والـ V-Threshold؟ مجموعة يعني بالظبط مجموعة مش احنا عندنا V-Effect هتساوي VGS minus V-Threshold صح كده؟ يبقى الـ VGS ايه؟ مجموعة واضحة دي؟ حد مش فاهم حاجة؟ انت وصلت لحد النقطة دي؟ طيب النقطة دي؟ أنا بس بحاول أجيب البي جي اس بزلال البي افكت بات يعني كل حاجة بي افكت ماشي؟ فأعملها إزاي؟ أشوف البي جي اس بتساوي إيه؟ أنا عندي البي افكت بتساوي البي جي اس ماينس البي ثريشولد فبالتالي البي جي اس بتساوي إيه؟ بي افكت بلس البي ثريشولد ولسه بجيب القيمة دي أقعد بيها كله بس بص لحد النقطة دي؟ حد مش متابع؟ حد عنده سؤال؟ إيه؟ في افكت انت عارفها اصلا في اوفر درايف في دي اس اف ايا كان ليها ثلاث اسامي يعني ايه هي في اوفر درايف؟ ايه هي في دي اس اف؟ اللي هو الفاليو اللي ما ينفعش يقل عنها عشان يدخل في الاساس ماشي هنقعد بقى بيها هنا يبقى عندي في اوت لازم يكون اعلى من 2 في افكت بلس جدا صح كده؟ ايه اللي حصل في السوينج هنا؟ لا اوحش هو ايه اللي حصل في الفي كومبلاينس؟ الفي كومبلاينس هنا ايه؟ هي اقل فاليو للفي انبوت فبالتالي الفي كومبلاينس هتساوي في اوت مينيمم هتساوي 2 في افكتيف بلس في 3 صح كده؟ فالسوينج هنا اللي حصل له اوحش بكتير من السوينج اللي هنا طبعا السوينج اللي هنا دوت يعني هو ما فيهاش 2 في افكتيف ده اوبتيمم فاليو بتاعته 2 في افكتيف حسب الفي دي بس يعني انتوا مش هتاخدوها اعتقد السنه دي طيب الفي كومبلاينس هنا بيساوي الفي اوت مينيم اللي هو 2 في افكتيف بلس في ثريشولد طب الفي ثريشولد دي بالنسبه للفي افكتيف هل هي زودنا حاجه كتير ولا حاجه قليله؟ ايه؟ في الحقيقه الفي ثريشولد اعلى بكتير قوي من الفي افكتيف يعني الفي ثريشولد من زائد الفي ممكن تكون بتساوي 2 في افكتيف اصلا لان زودنا الفي كومبلاينس الضعف الفي ثريشولد دايما الفاليو بتاعته تكون اكبر من الفي افكتيف واضحه دي؟ الفي افكتيف بيكون رقم صغير 100 ملي فولت 200 ملي فولت الفي ثريشولد ممكن توصل ل 500 و 600 ملي فولت
بالظبط في بقى دايره بعد كده بنحاول نحسن كل حاجه بس انتوا مع الدكتور ما عندوش حاضر ما عرفتش بقى تاخدوها بعدين ده بنحاول نحسن نخلي الدنيا اكل تعالى اقول لك في نفس الوقت السوينج اوبتيم يعني اوبتيم يعني اقل حاجه ممكن نوصل لها لو 200 فيت هل كله فاهم؟ هل عندك سؤال؟ طيب